اهلا بحضراتكم من جديد. والاول مره في تاريخ النادي الاهلي زي ما قلنا في الانترو ان النادي الاهلي على مستوى الناشئين والناشئات قطاع الناشئين والناشئات يحصد العلامه الكامله 8 من 8 في الجماعي و8 من 8 في الفردي. في البدايه برحب بضيفي عمده تنس الطاوله الكابتن فتحي عبده رئيس قطاع الناشئين والناشئات. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك. منورنا والف مبروك على هذا الانجاز الجديد. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك فيك. طبعا برحب بالكابتن عبد السلام مطاوع مدرب او مدير فني تحت 12 سنه ناشئات. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك. الف مبروك وحاجه جميله جدا جدا يعني وحاجه تشرف. الله يبارك في حضرتك. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لهذا التقرير اللي نستعرض فيه هذا الانجاز وارجع لحضراتكم تاني. نجح قطاع تنس الطاولة بالنادي الأهلي في الهيمنة على كافة البطولات المحلية سواء على صعيد البراعم أو الناشئين أو الشباب، وهو ما يدل على نجاح السياسة التي ينتهجها مسؤولو القلعة الحمراء في المحافظة على النتائج الرائعة التي يحققها القطاع على مستوى الرجال أو السيدات. وحصل المارد الأحمر على المركز الأول لجميع المراحل العمرية في بطولة منطقة القاهرة للفرق، كما حصد الفريق المركز الأول في بطولة الجمهورية بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك والحصول على الكؤوس الثمانية للبطولة والتتويج بثماني ميداليات ذهبية. وعلى صعيد الفردي حققت ملك طارق ذهبية بطولة الجمهورية للبراعم تحت 12 سنة برأس البر، وهو ما كرره زميلها بالنادي يوسف أحمد بعد حصوله على المركز الأول في نفس البطولة، فيما حصل ياسين ياسر على ذهبية بطولة الجمهورية للناشئين تحت 15 سنة برأس البر أيضا، قبل أن يفوز زميله مروان جمال بذهبية بطولة الجمهورية تحت 18 سنة والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي. وبالنظر لنجمة الأهلي والتي خطفت الأضواء عقب فوزها بذهبية بطولة الجمهورية تحت 15 سنة، إضافة إلى تتويجها بذهبية بطولة الجمهورية تحت 18 سنة، كما أنها حافظت على ذهبية بطولة الجمهورية للكبار للفردي بعد فوزها على زميلتها بالنادي مريم الهضيبي. يمتلك الشياطين الحمر كتيبة عامرة بالأسماء سواء على صعيد الكبار أو الناشئين، وذلك في منافسات الرجال أو السيدات أيضا. النادي الأهلي خرج أسامي كبيرة جدا جدا في تنس الطاولة وما زال بيقوم بهذه المهمة، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله كؤوس كبيرة. بس لازم طبعا نتكلم مع كابتن فتحي عبده مدير قطاع الناشئين والناشئات. ألف مبروك كابتن. ألف مبروك. الله يبارك فيك كابتن. تقول يعني الإنجاز ده؟ الحمد لله والشكر لله. طبعا قبل البداية أحب أشكر المدربين بتوع قطاع الناشئين والناشئات، لأن السنة دي بصراحة بذلوا جهد كبير جدا جدا جدا، لأن حضرتك عارف إن احنا كنا قاعدين 3 شهور بسبب كورونا وبدأنا ننزل، فبصراحة احنا كنا خسرانين السنة اللي فاتت إيفنت واحد، ولكن لما عملنا اجتماع مع الجهاز الفني ومع جنرال طبعا الكابتن أشرف عبد الفتاح، وقلنا احنا ازاي احنا خسرنا الإيفنت ده، فكنا مصممين السنة دي إن احنا ما نخسرش ولا إيفنت، وقد كان جميل ان انت تتحدى نفسك. الحمد لله يعني بتعب المدربين يا استاذ هيثم تعبوا جدا السنه دي، لدرجه ان احنا مثلا كنا بنبقى عندنا بطوله في اسماعيليه، الباص طالع الساعه 4 الناس شغاله لحد الساعه 2 و3 ما شاء الله، وبقينا نقول لهم يلا عشان الباص طالع ما شاء الله، زي الطالب اللي بيذاكر وانت بتشده من على مذاكرته عشان توديه الامتحان. فالحمد لله يعني والشكر لله. انا طبعا بشكر طبعا المدربين كتير جدا اللي هم تعبوا معانا السنه دي قوي، وبشكر اللعيبه طبعا اللي عندك. كم لاعب يا كابتن في كل القطاع سواء ناشئين او ناشئين؟ يعني عندي مثلا ناشئين 12 سنه حوالي 15، كل ايفنت حوالي 15، والسنه دي يعني الحاجه الجميله ان النادي قلل طبعا، ما فيش مساعد للمدرب بسبب طبعا كورونا وكده، والمدربين بصراحه بذلوا كل جهد، يعني انا بشكرهم
وبشكر اولياء الامور اللي كانوا متعاونين معانا. في تعاون كبير. اتعاونوا معانا السنه دي لدرجه ان احنا طبعا مش الثلاث كاسات دول بس، احنا طبعا احنا جايبين جزء من الترابيزه مش هتساعد كام. 16 كاس. 16 كاس. 8 جماعي و8 فردي. وخدنا المرتبط السنه دي كمان. ما شاء الله. المرتبط ولاد وبنات. فالحمد لله ده انجاز يعني عمره ما حصل في تاريخ تنس الطاوله. وانا بشكر طبعا المدير الفني كابتن اشرف اللي متعاون معانا تعاون رهيب طبعاً. وبشكر طبعا بردك المدربين العموميين، المدرب العمومي كابتن عمر، كابتن عادل شومان، كابتن عياد، كلنا كنا كتيبه اسره واحده، وكلنا طبعا ولاد النادي الاهلي يا استاذ هيثم، كل المدربين كانوا ابطال وبيبصوا طبعا روح الفانيله الحمراء واحنا مش عايزين نخسر. فالولاد السنه دي كانوا حاجه جميله قوي. انتوا اللي جمال يا كابتن وكلامك وروحك جميله جدا. كابتن عبد السلام حضرتك مدير فني طبعا فريق 12 سنه ناشئات، سن صعب، مفيش سن تحت منك، انت بتبتدي اول مراحل البطوله للاعبه، فتاخد بطوله زي دي بيقول لك الف مبروك وتقولي على الانجاز. الله يبارك في حضرتك. انا اول حاجه عايز اشكر بس فرقتي كلهم عشان تعبوا جدا الفتره اللي فاتت، قعدنا من شهر 3 لشهر 9 في البيت، فعشان نرجع تاني بدأنا من الصفر. ست طبعًا. شهور دي عمرها ما حصلت سن صغير لسه وفي السن ده بالذات، فبدأوا من الأول تاني فيتنس كويس، وقعدنا نركز عشان ما فيش إصابات تحصل، وبدأنا تمرين يعتبر يعني من الأول خالص يعني. فاللعيبة كلهم هقولهم كلهم من أول حبيبة وملك ومديحة وهنا هشام وفريدة حسين ورقية، فالفرقة كلها بصراحة تعبت الفترة دي عشان نوصل للهدف اللي احنا متربيين عليه كلنا، مركز رقم واحد. تمام. الحمد لله اخذنا اول فرق، وفي الفردي اخذنا اول. مين نزل في الفردي عندك؟ في الفردي رقم واحد خدت ملك، اثنين حبيبه، ثلاثه من نادي الزمالك، الرابعه مديحه، الخمسه هنا الشام. يعني فكنا اول مركز، اربع مراكز كله اول وثاني ورابع وخامس في البطوله. يعني الخمسه الاوائل، او نقول خلينا نقول منصه التجويد، الاربعه اللي بيبقوا الاول، ثلاثه من النادي الاهلي، ثلاثه من الايفنت بتاعك بس. الاول الذهب اللي طبعا هو الجائزه الاكبر من الاهلي طبعا، اول وثاني. اول وثاني أول فرد طبعا، اول وثاني فرد. بس انت عارف النادي طبعا ده حاجه جيده ان يبقى الفاينل الاهلي، فدي بتبقى في الحاله دي ما بتقفش يا كابتن كوتش على حد. بتبقى مريحه جدا، بتتفرج على اللعيبه بتاعتك، نقعد نتفرج بقى، نتفرج على اللعيبه بتاعتك بتلعب، فبتبقى يعني بحب العب مره، فبروح ببقى شايف اثنين بيلعبوا من نفس النادي، المدير الفني بيمشي. لا كلنا بنتفرج، انا فاهم بس ما بكتشفش يعني. لا كلنا بنبقى قاعدين في المدرج بالظبط، هي دي عشان بتبقى فيها حساسيه طبعا. بس انجاز كبير يا كابتن، واكيد بعد انجاز كبير ونجاح بعد التعب، وعشان نوصل لكده تعبنا جامد جدا، والمدربين كلهم وقفوا مع بعض عشان نوصل. يعني مدرب الرجال ومدرب السيدات كان بيمرنوا فرقتي، مدرب 15، اللعيبه بتاعتي تلعب مع 18، كان النادي كله ايد واحده في الوقت ده. صحيح. وعملنا معسكر شهر كامل قبل بطوله الفرق عشان اللعيبه ترجع لمستواها تاني واللياقه بتاعتها تاني. فكنا تمرين كان تمرين في الاسبوع يا كابتن، كل يوم عدد كل يوم فترتين، كل يوم فترتين، كل يوم عدد فتره جمع. الصبح وفتره بالليل. طب دول يعني بنات صغيرين و12 سنه ومدارس، بيتعبوا جدا، واولياء امورهم بيتعبوا جدا عشان هو عشان رقم واحد، فلازم يعملوا كده. وفي لعبتنا لازم يعني فترتين في اليوم بالذات قبل البطولات، يعني دلوقتي بيبقى فتره واحده، بعد المدارس فبيبداوا مثلا من 5 لـ7:30 8، بس الاغلب فترتين، الاغلب اغلب الوقت بتبقى فترتين، لان انت عندك بطولات طالع من البطوله على طول. طب انت عندك اللي بعد كده يا كابتن بالنسبه للفرقه بتاعتك؟ احنا هنبدا بعد كده، يعني احنا خلصنا الموسم خلاص، اخر حاجه كانت المرتبط الحمد لله اخذنا اول الحمد لله، فبنريح يعني. التمرين كل يوم برضو شغال بس بيبقى خفيف شويه الفتره دي، وهنبدا من شهر 7 تاني الموسم الجديد ونستعد لهم الاول تاني، وان شاء الله اول يعني ان شاء الله. اكيد وهنتابعك ونتابع اخبارك اكيد ان شاء الله. طب يعني كابتن عبده برضو اكيد في استراتيجيه حطيتوها انتوا كجهاز فني، ان انتوا تستمروا على يعني طبعا الحمد لله سهل توصل القمه، بس الصعب اللي انتوا بتعملوه تفضل محافظ عليه. ايه الاستراتيجيه بتاعتكم عشان نفضل على التوب العشر سنين الجايين؟ والله يا استاذ هيثم احنا عاملين سيستم معين كده في مع اسره تنس الطاوله، مع كابتن اشرف، ان احنا اللي هم الثمانيه اللي بيخشوا دور الثمانيه الاوائل، يعني مثلا تحت 12 سنه، لا يلعب
الاكبر الاكبر يتصعد ل 15 سنه. ودايما احسن احتكاك ليه. اه وكذلك برضك اللي 8 في 15 يلعب مع 18 وكده. اه فبتزود الهدف، فبتزود عايز الهدف 8 بقى. عشان يلعب مع الايفنت اللي فوقيه، فبيبقى الموضوع كل لعيب عايز احتكاك وهدف طبعا. ما يلعب مع اللعيبه الاكبر منه، فدي استراتيجيه جيده جدا على فكره. وحاجه جميله كمان برضك عاملينها ان اللعيبه اللي هم المميزه الابطال ابطال مصر بيلعبوا مع الدرجه الاولى. الله حلو. يعني مثلا اي لعيب مثلا مصنف رقم واحد لحد رقم ثلاثة مثلا بيلعب بقى مع كابتن سيد لاشين، مع كابتن محمد البيلي، مع عمر بدير، مع الدرجه الاولى كله. وكذلك البنات برضك البنات برضك بتلعب مع الدرجه الاولى. لا انا عايز اتكلم بالتفصيل عن الروح دي، بس خلينا نطلع فاصل يا كابتن. اعزائي المشاهدين لازم نطلع لفاصل اعلاني سريعا وارجع لحضراتكم عشان نكمل حوارنا مع تنس الطاوله والانجاز الكبير اللي اتحقق لاول مره في تاريخ النادي الاهلي، وهو حصد كل البطولات لقطاع الناشئين والنشئات، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا عن الانجاز التاريخي لاول مره يحصل في تنس الطاوله، حصد جميع البطولات على المستوى الجماعي والفردي لقطاع الناشئين والنشئات. كابتن عبد السلام طبعا اجي لحضرتك، انت عندك مهمه صعبه شويه، انت بتنتقي لعيبتك من المدارس بالظبط، والمدارس بيبقى عدد كبير جدا جدا طبعا. جدا بتعمل ايه في الموضوع ده؟ مفيش، انا التنسيق مع كابتن فتحي وكابتن مسعد هو المسؤول عن المدارس، فبننزل كل فتره بنشوف مين اللعيب اللي هنشوف ان هو مميز موهوب، هو بيبان يعني من الاول بصوره. يعني فبنختار اللعيبه المميزه ونبدا نهتم يعني بيهم. افهم من كلام حضرتك ان في متابعه مستمره، مش بتروح مثلا زي اغلب الالعاب او في العاب معينه بيبقى في اختبارات بتتعمل، لا انت متابع منذ البدايه مع طبعا كابتن فتحي والزملاء ومتابعين اللعيبه البروميسنج اللي هم اللعيبه. احنا ممكن في الاسبوع بننزل مرتين، كل شويه ننزل نبص نشوف، والمدربين اللي في المدارس زمايلنا يقولوا تعال بص على اللعيب ده كويس، اللعيب ده كويس، اللعيبه دي كويسه، فبيبقى على طول معاهم، تواصل معاهم على طول. وتدريبات المدارس ايضا في فرع الجزيره في مدينه نصر معانا برضه كمان مدينه نصر. فانتوا بتروحوا الاثنين؟ لا احنا كده كده كل تنس طاوله دلوقتي في مدينه نصر. حلو جدا، زي الفل. فمعانا في نفس المكان يعني وبتقدروا تتابعوا وتشوفوا الوضع ايه وبتتابعوا اللاعبات واللاعبين، بنحاول نختار اللي احنا شايفينه افضل لعيبه في المدارس ويبداوا يطلعوا مع فرقه 12 سنه. صحيح. طب كابتن فتحي، يمكن الانجاز ده اكيد منظومه كامله بتديره، وان احنا نفضل على القمه بالشكل ده اكيد يعني منظومه كامله، كان ليك كلام عن الموضوع ده؟ انا بس احب طبعا اشكر مجلس اداره النادي الاهلي وعلى راسهم الكابتن محمود الخطيب اللي هم مدعمين بطريقه خياليه، يعني اي حاجه بنطلبها ما بيقولوش لا. وكمان بشكر الكابتن رؤوف عبد القادر اللي هو واقف في ظهرنا بصراحه، مدير النشاط الرياضي، اي حاجه بنطلبها واقف في ظهرنا وبينفذها لنا على طول، وده طبعا من الاسباب الانجازات اللي بتحصل لي، ويمكن ان النادي مدعمنا. طبعا، ويمكن مشاركه عدد كبير، يمكن كلمنا على البطوله اللي جايه لمنتخب مصر اللي هيروحها في الدوحه، كلمنا عنها يعني، وكم لاعب مشارك يعني. يمكن طبعا اكتريه اللعيبه بتوع منتخب مصر من عندنا في النادي الاهلي، يعني اللي رايح بطوله قطر دي كابتن محمد البيلي عندنا، كابتن خالد عصر، كابتن شادي مجدي، عندنا برضك البنات هنا جودة، بسم الله ما شاء الله عليها هنا جودة، طبعا انا بوجه لها الشكر، نعمتنا الكبيره طبعا. بوجه لها الشكر ان هي بذلت مجهود كبير جدا السنه دي، لان بتلعب 15 و18 و21 وعلى قمه التصنيف العالمي، وعلى قمه التصنيف العالمي هي بطله عالم، وطبعا بشكرها وبشكر والدتها ووالدها اللي هم برضك ما بيتاخروش عن النادي الاهلي في اي حاجه. منين ما بنطلب هنا جوده، هنا جوده موجوده. طيب ويعني مشاركه عدد كبير، يمكن البطوله دي خلينا نوضح للساده المشاهدين، بطوله في الدوحه هتبقى بطوله عالم مصغره بيشارك فيها كل نجوم العالم، فتبقى بطوله مهمه، والنادي الاهلي حقيقه دعم منتخب مصر بعدد كبير من اللاعبين، بتهيألي ده يعني بيدل ان احنا الحمد لله في التوب. لا احنا مسيطرين الحمد لله. مسيطرين الحمد لله. الحمد لله. طب كابتن، برضو بحكم ان حضرتك مطلع وشايف الرؤيه من بعيد، مستقبلنا في الاربع خمس سنين جايين كويس برضو؟ هنستمر كده ان شاء الله؟ ان شاء الله. طالما بقول لحضرتك مجلس اداره بيدعم تنس الطاوله بطريقه جميله جدا جدا، كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي واقف معانا على طول في ظهرنا، اي حاجه بنطلبها ما بيقولش لا. فشايف ان الدنيا ماشيه في فالدنيا ان شاء الله، ان شاء الله نحافظ على المستوى ده. وطبعا اكتريه مدربين النادي الاهلي كلهم ولاد النادي الاهلي طبعا،
طبعا. فدي برضك ميزه صحيح. ان هم عارفين النادي الاهلي هو بطل صحيح. ما عندناش الا الاول صحيح طبعا. طب كابتن حسام يمكن اجي لك، انت برضو بتتعامل مع سن حرك شويه او حساس شويه، سن 12 سنه ده بتبان فيه شخصيه البطل، بتفهم بيه مواصفات البطل، وفي تنس الطاوله غير الالعاب الثانيه لا الدنيا بتبان بدري. بعدين هنا جوده 15 سنه ومعديه ما شاء الله. ايه اللي بتشوفه في اللعيب تقول اللعيب ده، بدون ذكر اسامي طبعا عشان كل الاحترام لكل اللاعبين، ولكن ايه اللي بتشوفه في اللعيب تقول ده لا عنده شخصيه البطل؟ هي بتبان من هو عنده 10 سنين، بيبان ان اللعيب ده هيبقى بطل ولا مش هيبقى عنده بطل. عنده ثبات انفعالي كل حاجه زي. بيبقى في الحركه بتاعته بتبان على الطاوله، عصبي كمان، إيه رد فعل سريع في اللعب، شخصيته كان مش عايز يخسر. في لعيب لما يخسر عادي، في لعيب لما يخسر تقعد تعيط في التمرين، يعني في لعيبه لما في التمرين صحيح يقعد يعيط تعيط لما تخسر في التمرين. فبيبان من الاول في لعيب يخسر يضحك فبيبان اللعيب من الاول خالص ان هو انا عايز اخد اول. هو طب يا كابتن اللعيب اللي بيمرن او المدرب اللي بيمرن، انا اسف، المدرب اللي بيمرن السن الصغير بيبقى لازم عنده حته سيكولوجيه شويه، انه يعامل اللعيبه نفسيا ويصاحبهم. كمان دول انا بمرن بنات كمان، كمان فالغيره يعني طبعا مفيش أطفال طبعا. يعني لو قلت لواحد كويس لازم تقول للتاني عشان كله بيبص لبعض، واخد بالك؟ اكيد انا بقالي 6 سنين بمرن 12 سنه ما شاء الله، فالحمد لله يعني بقالنا يعني 5 سنين اول ورا بعض. طب يا كابتن وبتخليهم ازاي يحبوا بعض؟ يعني بتخلي البنات ازاي ان دي بتلعب فاحنا نشجعها خاصه اللعبه فرديه؟ ما هو احنا بنعودهم من صغرهم ان احنا واحد، مفيش فرق من الاول والتاني والتالت، احنا كلنا بنتمرن مع بعض وكلنا احنا اول، مفيش في الاخر اسم، مفيش في الاخر بيقولوا الاهلي اول. بعد التمرين ممكن نقعد مع بعض شويه، وفي البطولات بنبقى قاعدين في الفندق مع بعض شويه، مش فاصلين بعض يعني. طب هسالك سؤال يا كابتن كده، مقوله قول لي صح ولا غلط، تنس الطاوله مش لعيبه الطوال، او لعبه مش للطوال، للقصيرين بس، الكلام ده صح ولا غلط؟ لا هي مالهاش علاقه. لا 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 هي في، خلي بالك انا يعني مالهاش علاقه. أنا يعني كان عندنا من ابطال مصر كانوا طوال جدا، عمر عصر طويل. في لعيبه ابطال ياسر قاسم زمان على ايامنا كان طويل، كابتن جلال عز. هي حسب في ناس رد فعلها سريع، في ناس سريعه يعني مهما كان طويل سريع وبيلعب يعني على الطاوله. في واحد بيبقى يعني مش رفيع بس خفيف على الطاوله. ففي حاجات اساسيه لو موجوده سواء طويل او قصير موجوده فيها هيأدي. الله عليك يا كابتن، انت صحت المعلومه عشان اللي بيقول كده. طب اقول لك يعني برضو خلينا اقول ان التمرين برضو يمكن بتنس الطاوله والسكواش وفي العاب معينه مصنفه انها اعنف رياضه على الاعصاب. طبعا طبعا طبعا. ده ممكن لعيب بيكون كسبان يعني على نقطه. هقول لحضرتك احنا كنا بنلعب فرق 15 السنه دي وخسرانين 2-0 وفضل لهم ماتش واحد ونزلوا بتوع الزمالك هنوا بعض الف مبروك الف مبروك. بعد ما كسبوا الماتش الثاني 2-0 هم كسبانين، المدرب بتاعهم نزل رئيس الجهاز نزل يبارك لهم على اساس ان الماتش خلص. نزل احنا الماتش الثالث، اللعيب الثالث بتاعنا كسب الماتش، اتقلب الماتش، اتقلب 3-2 طلع 3-2 لينا احنا. فاحنا لحد اخر، انا عايز بس اقول لحضرتك كمان يعني النادي الاهلي ده كان ايفنت كام؟ 15 سنه. ولاد ولا بنات؟ ولاد. ده سن برضو يعني هو الماتش كان، انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ هيثم ان النادي الاهلي مش كوره بس اللي هو بيلعب لاخر نفس. لا طبعا احنا عارفين متربيين على كده، احنا متربيين اصل بقول حياه. بقول لحضرتك نزلوا هنوا بعض هنوا بعض وانا قاعد قلت لهم لا هنكسب ان شاء الله. ركزوا والولاد ركزوا. ونزل ياسين يعني يا كابتن ياسر بلاس 90 ده مش في الكوره بس. لا مش في الكوره بس، 90 ده اسلوب حياه في النادي الاهلي كله. لا اسلوب حياه يعني حتى لو هنلاقي انها ممكن تخلص في ال 90 دقيقه لا نخليها لبعد ال 90 عشان يبقى لها شويه اثاره. بيلعبوا لاخر نفس. اتقلبت الترابيزه كسبنا 3-2 بيتهيألي هو ده اللي حسب. يعني ده احنا كنا خسرنا الايفنت ده كان هيبقى زي السنه اللي فاتت خسرنا الايفنت عشان فربنا يشاء سبحانه وتعالى. لا والايفنت ده كان فيه ماتشات بعديه كمان، في فرق لسه هتلعب بعديه، فبيدي روح للعيبه ان احنا مفيش حاجه اسمها 2-0 ونخسر. بيخلي اللعيبه اللي هتلعب بعد كده نلعب لحد اخر بونت في الماتش. لا وفي الايفنت بتاعنا كمان يا استاذ هيثم اللي هو 12 سنه اولاد. اولا الزمالك اشترى لعيبه، 2 لعيبه مصنفين. الاسماعيلي اشترى رقم 1 مصنف في مصر واحنا عندنا الولاد كانوا لسه صغيرين يعني يعني احنا بنعدهم الايفنت ده يعني ما كناش ضامنينه. ما كناش ضامنين
ولكن الولاد بسم الله ما شاء الله. اولا كابتن هاني انا بحييه ان هو برضك عمل معاهم مجهود رهيب، مجهود رهيب بصراحه والله كابتن. وكسبنا يعني وكسبنا الايفنت ده بقى، ما عندكش فكره احنا كنا فرحانين. انا كنت بلعب في نفس الوقت بتاع ماتش 12 سنه كنت متابعهم والله وكنا متابعينهم ماتش شغال ان هم في ظهر فبسيب ماتشي وابقى مركز معاهم وهم شغالين وكنت متابع. الحاجه الجميله كمان يا استاذ هيثم ان احنا مثلا ايه الايفنتين بيتلعبوا في نفس الوقت فكنا بايه بنقسم نفسنا خمسه هنا وخمسه هنا. الله شوف الروح الجميله. لا ده انا هاجي لكم الماتشات يا كابتن. يا باشا ده انت تؤمر يا كابتن والله ان الوقت يعني سرقنا، بس الحقيقه انا مستمتع جدا بالحوار معاك، مستمتع بالروح. بس بشكرك الحقيقه كابتن فتحي عبده طبعا عمده تنس الطاوله في النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني والف شكر جدا لحضرتك. كابتن عبد السلام مطوع طبعا مدير فني فريق 12 سنه للبنات، بشكرك والف مليون مبروك. الله يبارك فيك نورتني وشرفتني. ربنا يخليك يا كابتن عيسى. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ومستمرين معاكم في ابطالنا ونجومنا طبعا نجوم التدريب تنس الطاوله في النادي الاهلي. هيكون معانا الكابتن هشام اسماعيل وكابتن محمد عبد الحميد ولكن بعد الفاصل.